التي كانت في الدول العربية. يسموها ظفار عاصمة اليمن، احنا نسموها ظفار، كانت مدينة البخور أو أرض البخور والسيوف واللبان. واللبان بس طريق البخور من وين لوين؟ من الحجاز تقريبا إلى اليمن. كانت في عدة طرق. لا، كان في طريق الحرير، طريق البخور. طريق البخور من وين؟ من اليمن إلى الحجاز. من اليمن؟ حلو. إلى وين؟ إلى بلاد الحجاز كانت تقريبا. هذه كنت إلى مدران. يعطيكم العافية. الله يعافيك. نشوف أخواننا مشاهدي الكرام إذا كنا سنجد من يقبل بالتحدي اليوم. الأخوات بيهربوا أول ما نشوفوا الكاميرا. السلام عليكم. ما نشوفش الكاميرا. السلام عليكم. تقعوا. طيب. يعني الأخوات بيهربوا، ولذلك ما أدري إذا كنا بدل المتحدي سنجد متحدي. خلينا نسأل. طريق البخور من وين لوين؟ طريق البخور من فين لفين؟ كان في طريق قوافل القديم، من وين هذا الطريق؟ السؤال هذا يا ابو الشباب تاريخ. انا بجاوبك، ما عندك هذا. كان من اليمن ينطلق الى الى الهند والى الصين. لا، هذا طريق الحرير. طيب، سمعتي عن طريق البخور؟ لا برضو لا. يعني يمكن يكون عن طريق الهند صين كذا. لا، الهند والصين هذا طريق الحرير. سلطان، طريق البخور من اين انطلق واين انتهى؟ من اين انطلق؟ من وين طريق البخور هذا؟ كان طريق قوافل قديم وكان طريق يسمى طريق البخور، من وين لوين؟ من حضرموت. لا، يعني من اليمن الى من وين؟ حدد لي. ما اليمن كبيره كانت. شوف كانت. لا ها؟ يابع. لا، من وين؟ من الحجاز. الهند لليمن. والله ما تعرف. كان في طريق تجاري قديم يسمى طريق الحرير، وهذا كان يجي من الصين والهند ويمر على اليمن. في طريق آخر كان يسمى طريق البخور، من وين؟ من طريق مأرب لبلحاف. هذا طريق البترول علي. هذا طريق البترول مو طريق البخور. البخور مدير علي. كان في طريق قديم للتجارة يربط بين الهند والصين ويمر على الجزيرة العربية واليمن، كان يسمى طريق الحرير. في طريق آخر للقوافل كان يسمى طريق البخور، من وين لوين؟ البخور. طريق البخور قديم للقوافل. طريق حضرموت. لا، مو حضرموت. ما تعرف. عبر سنوات طويلة من الشراكة وعبر أكبر مشروع صناعي رائد، رسمنا ملامح التطور والبناء بكفاءة كوادرنا اليمنية، ومن خلال إنجازاتنا حققنا الريادة ليصبح الإنسان في اليمن هو الهدف والغاية. توتال يمن 25 عاما من الشراكة والاستثمار. نسبة الأرباح الموزعة 40% للعام 2011. يمن موبايل، اختيارنا الرابح. إيمانا منا بدعم الاقتصاد اليمني وتوفير فرص العمل ومواكبة للتطور العمراني، مصنع اسمنت الأهلية طبقا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية
وبأحدث الآلات والمعدات العالمية، رفيقك في السواحل والجبال والجسور والطرقات والسدود، ذا جودة عالية وضمان أكيد. أسمنت الأهلية أساس المباني الحضرية. برتقال، تفاح، رمان وزنجبيل. دوق دلسي، دوق دلسي، دوق معاك الكل. دوق دلسي، دوق دلسي، خلي يومك فل. اشرب دلسي، ديكو الجودة أولاً. إفطار شهياً مع المائدة. صخر أحمد عباس الوجيه وزير المالية، اختياري وطن خالي من المحسوبية والانتهازية والفساد. حمود محمد عباد وزير الأوقاف والإرشاد، اختياري أن يكون كل اليمنيين شركاء في بناء اليمن. أمين محمد جمعان نائب أمين العاصمة، أمين عام المجلس المحلي، اختياري الاستثمار في بلدي. صلاح باتيس، اختياري الإسهام في بناء وطني. ارسل كلمة اختياري برسالة قصيرة من أي خط MTN إلى الرقم 2012 مجانا لدعم حملة اختياري. وطن يتسع للجميع. المطلوب هو دعمك المعنوي فقط وليس الدعم المادي. كاميكو، فخر الصناعة الوطنية. كيميكو أكثر من 40 عاما من الريادة. الأخضر وصل، 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 طبعا وصل. مبروك، الأخضر وصل. حليب طازج من مراعي حليب بقري طبيعي، حليب كل يوم. حليب طازج من مراعي، صحتك أفضل مع يماني. مستمرين مشاهدي الكرام، كل سنة وانتم طيبين. مستمرين نبحث عن إجابة لتساؤل اليوم عن طريق البخور، ونشوف إذا كنا قادرين على إيجاد المتحدي أو المتحدية، مع أنه أنا أفضل أنه يكون متحدي أو متحدية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك الكريم؟ خالد محمد حاتم. خالد محمد حاتم من عدن؟ من عدن، من المعلة. من المعلة، جميل. الأسرة معك؟ نعم. طيب، أنتوا اليوم جايين تصرفوا فلوس؟ نعم. إيش رأيكم تربح؟ إن شاء الله إذا في نصيب. إذا في نصيب، حلو. أنا يعجبني الكلام المرسلة الجميل، إذا في نصيب. المسك من وين استخرجوه؟ المسك استخرجوا من الغزال. من الغزال، حلو حلو. طيب، كان في طريق قديم من زمان، هذا الطريق كان يمر عبر الهند والصين، يسمى طريق الحرير. كان في طريق آخر اسمه طريق البخور، وين كان يمر؟ هذا يمر من اليمن إلى الأردن، بالضبط من اليمن، من النجران إلى مدينة البتراء في الأردن. صح، من اليمن إلى الأردن. إلى الأردن. اليمن نجران، و من نجران إلى مدينة البتراء في الأردن.
برافو، جميل، صحيح. طيب انت الان حطيت الخطوة الاولى نحو 100,000. الحمد لله، ممتاز. باقي معانا الخطوة الثانية، ما هي؟ مدينة عدن بايش تشتهر؟ طبعا مدينة عدن تشتهر باشياء كثيرة، اهمها البخور. يا سلام عليك، صناعة البخور. البخور، برافو. واحنا اليوم تحدي له علاقة بصناعة البخور. المدام زوجتك؟ نعم زوجتي. ام من؟ ام مراد. ام مراد، كل سنة وانت طيبة. تعرف تسوي بخور؟ يعني ان شاء الله. ممتاز، حلو حلو، ها قربنا ان شاء الله. المطلوب منكم التحدي، التحدي الان مشاهدي الكرام، انه ام مراد وابو مراد، والاخص ام مراد، خلال نصف ساعة، معك نصف ساعة من الوقت تسوي لنا بخور عرايسي. حتسألي الأخوات هنا، حتسألي اللي يعرفوا، مين يعرف يسوي بخور، إيش المكونات، تمام؟ أعطيك ربع ساعة عشان تسألي عن المكونات والطريقة، اسألي الأخوات. والربع ساعة الأخير حنصنع فيه قرص واحد من البخور. إذا استطعتي تنفذي هذه المهمة خلال نصف ساعة أعطيكم 100,000 ريال. إن شاء الله إن شاء الله. شو رأيك؟ إن شاء الله. ما في مشكلة؟ ما في مشكلة. يا سلام يا سلام. أبو مراد وين تشتغل أنت؟ أنا في الدفاع الجوي. في الدفاع الجوي، يعطيك ألف عافية، من القوات المسلحة. نعم، القوات المسلحة. الله يعطيكم ألف عافية، درع الوطن. أنتم بتقدموا أرواحكم وإن شاء الله إنها متسهلة. إيش رأيكم يا شباب؟ إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله مسهلة أبو مراد؟ إن شاء الله. طيب فاصل قصير مشاهدي الكرام، وبعد الفاصل مع أبو مراد وأخص أم مراد والحبوبة مريم. مريمو، فستان العيد الليلة لا يمشي، فستان العيد الليلة الليلة. طيب فاصل قصير مشاهدي الكرام، وراجعين نبدأ مع أم مراد، لا تروحوا بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام. أثناء الفاصل كنت أتكلم أنا وأبو مراد وأم مراد، يعني أم مراد عندها فكرة بسيطة جدا، لكن هي للأسف يعني ما تعرف طريقة البخور، وهذا جدا مناسب لي، لأنه الآن حتضطر تروح تسأل، يعني 100,000 حتتحلل اليوم، تمام؟ الله يعينك إن شاء الله. ما سويت البخور؟ لا لا أبدا. ما حاولتي؟ لا. ترى يقولوا إنه هذه صناعة البخور ترى أسرار عند النسوان، ما صعب يخرج الفكرة. لا، في بعضهم يعني يحبوا إنه يفعلوا عشان نفسهم، بعضهم. مهمتك اليوم صعب إن شاء الله. أنت حتحاولي تخرجي منهم هذه الأسرار، كيف نعمل بخور عرايسي؟ لا، اسمعوني، بعض الحين يقولوا كيف الطريقة وكيف هذا، بس ما نفهم. لا لا. طيب الآن أول ما حبدأ التوقيت حدعي لك إنه الله يوفقك، تمام؟ الكيس ناولي لأبو مراد يشيله، حتتحركي ومعك الكاميرات، حتروحي تسألي بين الأخوات ما هي طريقة صناعة البخور، قولي لهم أنه أنت مشاركة في برنامج أتحداك في نص ساعة، وعشان تربحي لازم يعلموكي كيف تصنعي طريقة، قولي لهن إيش طريقة صناعة البخور العرايسي، ما هي المكونات، بعد ما تأخذ المكونات حنشتريها ونروح نطبخها. جاهزة أم مراد؟ نصف ساعة تبدأ من الآن، بالتوفيق. السلام عليكم، رمضان كريم. أنا معي برنامج السعيدة في التحدي في ساعة، ممكن تقولي طريقة عمل البخور العرايسي؟ ما أعرفش والله. ما تعرفش أنت كمان عمل البخور العرايسي؟ البخور تجيبي غالي أو وجود غالي. أيوة. تشلي عطورات، تقولي لصاحب المكان محل. طيب إيش الحاجة يعني قولي لي؟ يعني عود. أيوة. عفص. أيوة. قليل بس عفص. عفص نفري مس. أيوة. عنبر سائل وعنبر مع الغالي الحبر. شو سائل؟ سائل عنبر حبر. أيوة. اللهم صلي على لك، انت بتواهي تعالي لعندي وانا بتواهي. ملا سكر ولا نبات اعمل له؟ نعم. على سكر؟ على انت الشي نباتي فعلي؟ عفص، عفص وعود وظفر، ادقهم دول مع بعض. شو احنا سائلين؟ تعرفوا عمل البخور؟ البخور العرايسي تعرفوا كيف تعرفون تعمل لنا؟ لا ما تعرفوش؟ أمي 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 مش عارفة الطريقة؟ السلام عليكم، أنا في قناة السعيدة التحدي في ساعة، من تعرف تعمل بخور؟ بخور العرايسي. طبعاً إحنا الآن يعني مع أم مراد، في بعض الأخوات بيساعدوها، لكن اشترطوا للأسف إنه
ما يظهروا على الشاشة والكاميرات ما تصورهم، ولذلك حنستثني في بعض الأحيان بعض الأخوات اللي ما يحبوا أنهم يتصوروا، ما راح نصورهم، نحترم خصوصيات الناس، لكن في نفس الوقت أتمنى أنهم يقدروا يساعدوا أم مراد عشان تربح 100,000. يمكن نصيب هذه الأسرة أنه مصاريف رمضان والعيد تكون على يد السعيدة. لا كيف تعمل الطريقة؟ أعرف الحاجات المواد، بس كيف الطريقة تعمليها؟ الأول السكر والماء. أيوة. بس قياس الشيء عمل قرص. لا. عملية. ها؟ حق 2 كيلو سكر. أيوة. حق كذا حق الشاي. أيوة. والماء كم؟ 2. أيوة. على حق الشاي. أيوة. لما تشوف الغداء. بعدين زي العود، الضفر، العفص، السائل، بعد ما يفور، اسكب بعد الحاجة ولا يفور وحوق معه، بعد ما يفور افعال الحاجة وطفوا العطورات، بعدين لما تصير يعني بعد فوق الحوايق. ساعدتي ام محمد؟ ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. تتوقعي طريقتك اللي تعطيتيها مناسبه؟ ان شاء الله. احنا طلبنا منها انه تسال وتنفذ الطبخه خلال نص ساعه، تتوقع انها تربح؟ ان شاء الله. طيب باقي عندي سؤال اخير، ليش البخور العدني يعتبر احسن بخور؟ لانه المفضل عند النساء سبحان الله. يعني ليش؟ في انواع بخور كمبودي وفي العوده وفي مش عارف مشهورين يعني باليمن، هو يمكن مشهور والريحة الأطيب يمكن. أيوه. الآن مشاهدي الكرام احنا مع أم مراد، سألت على الطريقة، أعتقد أمورك طيبة من ناحية طريقة الطبخ. كيف النسوان ساعدوك؟ أنا واخذ فكرة يعني من قبل، بس ما عملتيها. ما عملتي دحين، أخذت فكرة أكثر يعني. يعني الناس ساعدوك، الأخوات ساعديني. الحمد لله. ممتاز، حلو. الآن حنتحرك احنا وأم مراد تشتري المواد، وبعدها نتحرك نطبخ إن شاء الله، وباقي معاك من الوقت تقريبا حوالي 13 أو 14 دقيقة. تكفي؟ إن شاء الله. نشوف أم مراد في الجزء الأخير من هذا التحدي اليوم. هو تحدي صعب، لكن أنا واثق إن شاء الله أنه الله راح يبارك في جهدها علشان أبو مراد ومريم الصغيرة. خلنا نتابع. من السهل أن تجري فحصاً، ولكن ليس سهلاً أن تضمن النتائج. المختبرات الدولية الحديثة، تقنية متقدمة، كفاءات علمية، تفان وانضباط والتزام بخدمة الوطن. المختبرات الدولية الحديثة بفرعيها في شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفي تقاطع شارعي تعز والستين جولة المرور. المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة. بنك سبأ الإسلامي، قصة ثقة تتنامى كل يوم، رائدون في الصناعة وتمويل قطاعات التجارة والاستثمار، متميزون في تحقيق أعلى معدلات الأرباح. نهتم بعملائنا لتحقيق طموحاتهم، نمنحهم الالتزام فيمنحون الثقة. الملكي يستحق اللقب. رمضان كريم، رمضان بريم وبيروي العطشان، رمضان كريم، رمضان بريم وبيروي العطشان، بريم وبيروي العطشان، شراب بريمو يا الله يديمو. بريمو، الشراب الذي تفضله العائلات. سريع الذوبان والغني بالفيتامينات المقوية.
طموح تبدأ به حياتك فيرافقك يوما بعد يوم. طموح يحثك على العمل الدؤوب. طموح يثبت إنجازاتك في عالم الواقع، يحقق كل ما كنت تتمناه. طموح يوصلك إلى النجاح. شاي الكابوس طعم النجاح. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. من فضلك اديني زيت. عايزة زيت أي حاجة ولا حاجة تانية؟ لا حاجة تانية. فضلي ما معي. فضلي زيت الشمس من يماني، حاجة تانية خالص. زيت الشمس، زيت نباتي نقي ومكرر، خال من الكوليسترول والشوائب، ومدعم بفيتامين ألف ودال برائحته الشهية. لو سمحت عايزة زيت الشمس من يماني. زيت الشمس من يماني؟ أيوة، لأنه حاجة تانية خالص. للأسف يا مدام لسه خالص. زيت الشمس من يماني، حاجة تانية خالص. تتعدد الأسباب والبقع هنا وهناك، بقع شاركت بصنعها وبقع فرضتها عليك الحياة، وبقع ضرورية لاستمرار الحياة. مشاكل بقع وتزيد المشاكل بالتلوث والجراثيم. ليج الجديد بقوة الأكسجين يزيل البقع الصعبة، وهذا هو سر التركيبة الفريدة بقوة الأكسجين، والنتيجة ملابس معقمة وفي قمة النظافة. ليجا بالأكسجين ولا بقع. ليجا بالأكسجين، نظافة وتعقيم. السلام عليكم. نشتي عمل بخور. انا قالوا لي الحريم مثلا كيلو سكر هو بيجيب لك مثلا كم وقية عفس، كم وقية عود، كم عنبر، مسك، يعني يجيب لي بالكيلو سكر كذا. تمام، انا تاخذ مثلا نص وقية عود، نص ظفري، نص مسك. خلاص جيب لي بالكيلو السكر. بالكيلو السكر. ايه. والعطورات مثلا، عطورات مثلا بالكيلو السكر كم؟ يلا هيجيب لي. خليك سريع لكن. صابر ان شاء الله. متفائل ان شاء الله. ايش تتوقع؟ توقع النجاح ان شاء الله. تنجح بطبخه ان شاء الله. انا واثق من زوجة. ولا عاد تزوج لك الثاني؟ لا لا الحمد لله. بس لا تسمعنا. لا الحمد لله. ايش رايك يا بابا؟ حتى ماما حتسوي طبخه تمام البخور. حنشوف. البخور العدني يقال انه الافضل في العالم، لماذا؟ هو الافضل من ناحيه الافضل والافضل. ليش؟ لأنه صنع محلي وعلى يد ناس محترفين. قديم وقديم جدا. طيب احنا تحدينا الأخت أم مراد إنها تسوي لنا بخور عدني،
وهي ما شاء الله سألت واشترت الآن المكونات ورايحة تصنع لنا بخور خلال نصف ساعة، تتوقع أنها تربع إن شاء الله؟ طبعا بتربع، لأنه ما شاء الله هنا دخل عدن 90% خبرة في صناعة البخور. بس هي للأسف قالت لنا أنه ما قد صنعتش بخور، هذه أول مرة. بس المكونات موجودة مع كل الحريم، يعني يعرفوها. هذه تسأل هذه وهذه تسأل هذه، كل واحدة تعطيها لست قائمة بالمواد، وهي تحضرها في البيت يعني. وإذا في شيء ممكن يأثر عليها تخسر إيش؟ الأسرع غلط ينتهي، يعطيك رائحة غير الرائحة المطلوبة، أو يكون سكر. دحين شو الأخبار؟ لا تمام، قبل كل الحاجات باقي السكر والماء بس. باقي السكر والماء بس. الماء مقدور عليه تمام. في المكان في المطبخ باقي السكر. السكر أوكي. من فين نشيل السكر؟ حنأخذه من السوبر ماركت. يلا يلا. السلام عليكم. السلام. الحمد لله على السلامة، وصلت الحين. ها بشري، اخذت السكر؟ باقي الماء. ايش باقي؟ الماء. حنروح الان للمطعم او المطبخ اللي احنا حنشتغل عليه، هناك موفرين لك الشوله، موفرين الصحون والمي، وحنشوف حتقدر تكملي ولا لا. واثقه؟ ان شاء الله. حنشوف. مشاهدي الكرام، خلاص الان وقت الجد. أم مراد من هنا من عدم المعلة حتربح 100,000 ولا لا؟ بس بعد ما تطبخ لنا وتسوي لنا البخور العدني المشهور. خلنا نمشي مع أم محمد. جاهزة؟ يلا بينا. الأخ مروان راجح هنا في برجر كينج في عدن أو في المول، تكرم مشكورا أنه يساعد الأخت أم مراد، سمح لها باستخدام الشولة واستخدام أدوات المطعم من أجل أنها تكمل هذا التحدي. شكرا لك يا مروان، يعطيك ألف عافية. نشوف أم مراد الآن في هذه الطبخة السرية، الوصفة السرية اللي حصلت عليها من أكثر من مصدر لعمل البخور العدني، ونشوف إذا كانت ستوفق في إنجاز هذه المهمة ولا لا. نبدأ نقل السكر ونضيف له الماء بالتدريج، ونحرك السكر مع الماء عشان يذوب. السكر والماء. تكلمينا وانت بتشتغلي، نعرف ايش بتعمل. اضفنا السكر مع الماء وخلينا السكر ما خليناه يغلي كي يذوب السكر. ايوه هذا ما حد الحين ما دابش كثير، بدا في حاجات محببه من السكر. انا يعني انا باسم الفريق البرنامج وباسم الأخت أم مراد وأبو مراد والعائلة نتقدم لك بالشكر الجزيل. ألف شكر لكم. اليوم أنت يعني غامرت بصراحة، أنه مطعم وطبخ وبيتزا وبرجر، وقلت لهم يطبخوا بخور، ما خفت أنه المسألة تضرب لك يعني ريحة البيتزا؟ لا هذا مناسبة شهر رمضان الكريم، بعدين هذا بعيد عن البيتزا وبعيد، إحنا بعدناها شوية عنكم. إيش رأيك في البخور اللي عملته؟ شميته؟ والله عادل حتى أنا ما شميت. إيش تتوقع، تربح ولا تخسر؟ أكيد هتربح طالما أنه معامل البنت الحلوة هذه. ما شاء الله عليك، يعطيك. يا
أصب العطورات. دحين سكبت العود. ننتظر حتى يبرد. دحين أضفت العفس مع الضفر مع العنبر مع العفس والعود والعنبر والمسك والمسك والعطر. والله يعني بصراحة إنه ريحته زي البخور فعلا اللي نشتريه بعدني. شو ناقص الآن؟ خلاص يبرد بعدين تكسر. يبرد بعدين تكسر بعدين تبخر. الآن حنشوف مشاهدي الكرام الطبخ اللي عملتها أم مراد. يعني ريحتها طيبة. أنا بصراحة أقول لكم الريحة اللي عملتها طيبة ذكرني فعلا بالبخور. بس أنا كنت أستغرب ليش هو أبيض والبخور اللي بنشتريه أسود. هي بتقول لي الآن إنه ناقص الخضاب. لو كان في خضاب كان بيطلع لونه أسود. عموما أيوة. ولذلك حنستنى إلين ما يبرد القالب ونجرب البخور سويا. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب تربح ام مراد. تتوقعي تربحي ان شاء الله؟ عملتي جهد. عملت اللي دعي عليه والباقي على الله. ايش قلتي لي انت في حاجه مهمه انه انتوا اول حاجه حتعملوها ايش؟ اشتري ثلاجه. ثلاجه. طيب حنشوف حتشتروا اليوم الثلاجه ان شاء الله باذن الله تعالى. يا رب يا رب ان شاء الله توفقوا. مشاهدي الكرام الآن وصلنا إلى اللحظات الختامية في حلقة الليلة. احنا التقينا بأبو مراد وأم مراد ومريم الصغيرة والآن انضموا معاد ومراد. مراد ومعاد لهم في اللحظات الأخيرة بعد ما أختنا العزيزة أم مراد جاوبت على سؤال التحدي. سألناها عن طريق البخور من أين يبدأ وأين ينتهي. هي جابت الإجابة الصحيحة. يبدأ من نجران وينتهي في البتراء. يعطيك ألف عافية. ينتهي في البتراء. أجابوا هذه الإجابة الصحيحة وبالتالي أصبحت هي المتحدية. تحديناها إنها تسأل عن طريقة صنع البخور العدني وتصنع هذا البخور خلال نصف ساعة. هي نفذت هذا التحدي بكل نجاح. الآن لحظات الحقيقة نشوف إنها فعلا صنعت بخور عدني ولا لا. محمد امسك. هنشوف الآن هذه المبخرة. أبو مراد حط لنا شوية بخور نشوف وشوف الجمهور يحكموا على البخور إذا كان بخور عدني وهي تربح ولا نخسرها اليوم. شباب صراحة بخور تربح. ها تربح. يدك يدك. طيب شم البخور. شم البخور. طيب ها ايش رايك؟ حلو ما شاء الله. بخور طيب؟ ايوه تستاهل. حلو تستاهل يعني؟ ايوه تستاهل. مشاهدي الكرام يعني خالد طيب انا اليوم انا يعني بجد انا زعلان لانه انا خسرت اليوم 100,000 واللي ربحها ابو مراد وام مراد. الف الف مبروك لكم. تستاهلوا. من ناحيتي مشاهدي الكرام حلقة اليوم انتهت. بس التحدي مستمر. أشوفكم الحلقة الجاية على خير وإلى اللقاء.